ذهل متحيرا عند مشاهدته إياك محسوبا بين الأموات أيها المخلص، وضاحضا قوة الموت ومنهضا آدم معك ومعتقا إيانا من الجحيم كافة. إن حاملات الطيب سحرا عميقا سارعن إلى قبرك نائحات، إلا أن الملاك وقف بهن وقال لهن: زمان النوح قد كف وبطلا فلا تبكينا، بل بشرنا الرسل بالقيامة. ولكن أنت يا رب علمني حقوقا، إن النسوة حاملات الطيب قد أقبلنا بالحروب إلى قبرك أيها المخلص، فسمعنا ملكا متنغما نحوهن قائلا: لما تحسبن الحي مع الموتى؟ المجد للآب والابن والروح القدس، نسجد للآب ولابنه ولروح قدسه ثالوثا قدوسا بجوهر واحد صارخين مع السرافيم: قدوس 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 أنت يا رب، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أيتها العذراء، لقد ولدت معطي الحياة وأنقذت آدم من الخطيئة، ومنحت حواء الفرح عوض الحوز، لكن الإله والإنسان المتجسد منك أرشدهما إلى الحياة التي قد هللويا 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 ارزايدي او هير ارزايدي، هللويا 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 المجد لك يا الله، هللويا 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 مجد لك يا الله. لقد دهشت حاملات الطيب وحارت عقولهن بالمنظر الملائكي واستنارت نفوسهن بالقيامة الإلهية، فبشرنا الرسل قائلات: أخبروا في الأمم بقيامة الرب الذي يؤازركم بالمعجزات ويمنحنا الرحمة العظمى. إني في مضايقتي أرنم لك يا مخلصي ترنيما داوديا وأقول: نجي نفسي من اللسان الغاش. إن الحياة مغبوطة للنساك أهل البراري الذين يرتقون إلى العلاء على أجنحة العشق الإلهي. مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. إن البرايا كلها المنظورة وغير المنظورة إنما هي مضبوطة ومعصومة بالروح القدس، فإن القيامة بالذات مختص بالثالوث لا محالة. لنرتقي يا نفس إلى الجبال، هيا بنا إلى هناك من حيث تأتي المعونة، لتقني أنا أيضا يمينك الحائمة أيها المسيح محافظة علي من كل غائلة. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. لنتكلم لاهوتيا بالروح القدس قائلين: أنت الله والحياة والعشق والنور والخيرية، أنت المالك إلى الدهور.
لقد امتلأت فرحا كثيرا بالقائلين لي لنذهب إلى ديار الرب وفيها نقدم الصلوات والطلبات. إن العظائم الرهيبة تتم على بيت داود، فإن نارا هناك تلهب كل عقل سمج. مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. إن الروح القدس هو مبدأ الحياة وعلتها، فمنه كل حي يحصل على الحياة تماما كما من الآب والكلمة. قم يا ربي وإلهي، فإنك أنت تملك إلى الأدهى. أعترف لك يا رب من كل قلبي، قم يا ربي وإلهي، إنك أنت تملك إلى الأدهى. Lasset uns beten zum Herrn. Herr, erbarme dich. Heilig bist du, unser Gott, und ruhest im Heiligen, und dir senden wir die Verherrlichung empor, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. كل نسمة فلتسبح الرب. سبح الرب كلنا سما، auf dass wir gewürdigt werden, das heilige Evangelium zu hören, lasse zu Gott, dem Herrn, uns beten. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Weisheit steht aufrecht, hören wir das heilige Evangelium. Friede sei mit euch alle. Deinem Geiste. Faslon Sharif von min Bisharat al-Qiddis, لوقا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي في ذلك الزمان، قام بطرس وأسرع إلى القبر وتطلع، فرأى الأكفان موضوعة وحدها، فانصرف إلى مقره متعجبا مما كان، وإن اثنين منهم كانا سائرين في ذلك اليوم إلى قرية تبعد 60 غلوة عن أورشليم اسمها عمواس، وكانا يتكلمان أحدهما مع الآخر عن تلك الحوادث كلها، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب منهما يسوع وسار معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتحاوران به وأنتما سائران مكتئبين؟ فأجاب أحدهما واسمه كليوبا وقال له: أأنت وحدك غريب في أورشليم ولم تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هو؟ قالا له: ما يختص بيسوع الناصري الذي كان رجلاً نبياً مقتدراً في العمل والقول أمام الله وجميع الشعب، وكيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا جميعه، فاليوم هو ثالث يوم لحدوث ذلك، إلا أن نساءً منا أدهشننا لأنهن بكرنا إلى القبر فلم يجدنا جسده، فأتينا وقلنا: إنهن رأينا مظهر ملائكة قالوا إنه حي. ومدى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. فقال لهما: يا قليلي الفهم وبطيئي القلب في الإيمان بكل ما نطقت به الأنبياء، أما كان ينبغي للمسيح أن يتألم هذه الآلام فيدخل إلى مجده؟
وابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما ما يختص به في كل الأسفار. ثم اقتربوا من القرية التي كانا منطلقين إليها، فتظاهر هو بأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: أمكث معنا، فإن المساء مقبل وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، ولما اتكأ معهما أخذ الخبز وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفا، فاختفى هو عنهما. فقال أحدهما للآخر: أما كانت قلوبنا مضطرمة فينا حين كان يخاطبنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟ فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الأحد عشر والذين معهم مجتمعين، وهم يقولون: لقد قام الرب في الحقيقة، وتراءى لسمعان. فأخذاهما يخبران بما حدث وكيف عرفاه عند كسر الخبز. قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده. صليبك يا رب نسجد لقيامتك المقدسة، نسبح ونمجد، لأنك أنت إلهنا وآخر سواك لا نعرف واسمك نسمي. هلما يا معشر مني نسجد لقيامة المسيح المقدسة، لأن هو ذا بالصليب قد أتى الفرح لكل العالم. نبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته، لأنه إذ احتمل الصلب من أجلنا الموت بالموت أباد وحطام. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك، أمحو معاثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني، فأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل ما آثمي، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمامي وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، فأعلم الأثم طرقك والكفر إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات. فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب بمسرتك صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. المجد للأب ولابني والروح القدس. افتح لي أبواب التوبة يا واهب الحياة، لأن روحي تبتكر إلى هيكل قدسك بهيكل جسدي مدنسا بجملة آتيه، لكن بما موتا
يحمي الله بحسب عظيم غنى رحمتك وبحسب كثرة رافاتك انفوما dein Volk und segne dein Erbe. Schau auf deine Welt in Gnade und Barmherzigkeit. Richte auf die Stirn der rechtgläubigen Christen und sende auf uns herab dein reiches Erbarmen. Auf die Fürbitten unserer allreinen Herrin, der Gottesgebärerin und steten Jungfrau Maria, durch die Kraft des kostbaren und lebendig machenden Kreuzes, durch den Schutz der ehrwürdigen körperlosen Mächte, auf die Fürsprache des ehrwürdigen und ruhmreichen Propheten, Vorläufers und Täufers Johannes, der heiligen, ruhmreichen, allverehrten Apostel, unserer Heiligen unter den Vätern und der großen ökumenischen Lehrer und Hierarchen, Basilius des Großen, Gregorius des Theologen und Johannes Chrysostomos, Athanasius, Kirill und Johannes des Barmherzigen, der Patriarchen von Alexandria, Nikolaus von Myra, Spiridon von Trimythos und des wundertätigen Nektarius von Ägina, unseres Vaters unter den Heiligen, des heiligen Raphael von Brooklyn, des Großmärtyrers Georg, des Trophäenträgers Dimitrios, des Myron Fließenden, Theodors von Tyron und Theodors des Heerführers, des Wundertäters Minas, der Erzmärtyrer Charalambos und Eleftherios, des Hieromärtyrers Ignatius, des Gottesträgers von Antiochien, Charalambos und Eleftherios, der heiligen, ruhmreichen und großen Märtyrerinnen Thekla, Barbara, Anastasia, Katharina, Kyriaka, Futini, Marina, Paraskeva und Irini, der heiligen, verehrten und siegreichen Märtyrer, unserer sehr würdigen und gottragenden Väter, der heiligen, des heiligen Dimitrios, der heiligen und gerechten Gottesahnen Joachim und Anna, des heiligen Kono, dessen Gedächtnis wir heute begehen, und aller Heiligen flehen wir zu dir, Herr, reich an Erbarmen. Erhöre uns, die wir Sünder sind, und dich bitten, erbarme dich uns. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ja, Rabbu Raham, ja, Rabbu Raham, ja, Rabbu Raham. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ya Rabbu Raham, Ya Rabbu Raham.
Durch das Mitleid, das Erbarmen und die Menschenliebe deines einzig geborenen Sohnes, mit dem du gesegnet bist, samt deinem allheiligen und guten und lebendig machenden Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. لقد انحدرت إلى الجحيم أيها المسيح مخلص المحب البشر وسحقت أبوابها كقدير وبعثت معك الأموات كخالق وحطمت شوكة الموت وأنقذت آدم من اللعنة فلذلك نصرخ إليك كلنا خلصنا يا رب. لما سمعت النسوة كلام الملاك نزعنا النوحة وشملهن الفرح وأبصرنا القيامة مرتعدات وإذا بالمسيح قد دنا منهن يقول افرحنا وثقنا فإني قد غلبت العالم وأعتقت المأسورين فأسرعنا إلى التلاميذ ممجدات وأخبرنهن إني أسبقهم إلى الجليل للكرازة لذلك نصرخ إليك كلنا خلصنا يا رب. إن كلمة الآب غير المحصور صار محصورا بتجسده منك يا والدة الإله وأعاد صورتنا المتدنسة إلى جمالها الأول وأقرنها بالجمال الإلهي لذلك نعترف بالخلاص ونذيع به بالقول والفعل معا. إن الأنبياء قديما قد أوحي إليهم سر التدبير هذا فسبقوا وأخبرونا به نحن الذين في آخر الأزمان قد نلنا لمعانه فإذ أخذنا به معرفة إلهية نعرف إلها وربا واحدا ممجدا في ثلاثة أقانيم له وحده نعبد حاوينا إيمانا واحدا ومعمودية واحدة بها نلبس المسيح لذلك نعترف بالخلاص ونذيع به بالقول والفعل معا. في هذا اليوم الذي هو الخامس من شهر آدار تقيم الكنيسة المقدسة تذكار القديس كونون الشهيد فبشفاعته أيها المسيح الإله ارحمنا وخلصنا آمين. وفي هذا اليوم أيضا الذي هو الأحد الأول من الصوم نصنع تذكار إعادة رفع الأيقونات المقدسة وتثبيت الإيمان المستقيم. لما أنظر إلى الأيقونات المبعدة إبعادا منكورا يسجد لها بحسب الواجب أبتهج مسرورا فيا صورة الآب غير المختلفة بشفاعات قديسيك المعترفين ارحمنا وخلصنا آمين. إن إسرائيل القديمة لما جاز في لجة البحر الأحمر بأرجل غير مبلولة غلب قوة عماليق في القفر بيدي موسى حينما رسمت شكل صليب. أيها المسيح إن كنيستك تسر بك وتصرخ نحوك أنت هو قوتي يا رب وثباتي وملجئي. إن الكنيسة لما رأتك مرفوعا على الصليب يا شمس العرب وقفت في ترتيبها هاتفا نحوك بحسب الواجب المجد لقدرتك يا رب. أنت يا ربي ونوري قد أتيت إلى العالم نورا مقدسا ردا مسبحيك بإيمان من إدلهمام الجهل والغباوة. أيها الرب إن الكنيسة تهتف إليك صارخة أذبح لك بصوت التسبيح مطهرة من أدناس الجن بالدم الذي قطر من جنبك لغزرات تحنن الفتية الإبراهيمية
قد التهبوا في الأتون في بلاد فارس، لا من السعير بل بالأحرى من شوق حسن العبادة هاتفين. مبارك أنت في هيكل مجدك يا رب. نسبح ونبارك ونسجد للرب، بارك من سبق فرسم لموسى قديما. عجب البتول في العليقة على سينا، ومجدوه وارفعوه إلى الأضهار. Die Gottesgebärerin und Mutter des Lichtes besingen und erheben wir in Hymnen. وعظموا نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. Du bist erwürdiger, dich Cherubim und unvergleichlich herrlicher als die Seraphim. Unversehrt hast du das Wort Gottes geboren, wahrhafte Gottgebererin, dich preisen wir hoch. لأنه نظر إلى تواضع أمته فهامنذ الآن تطوبني جميع الأجيال. يا من لي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة الإله إياك نعظم. لأن القدير صنع بعظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل فجيل للذين يتقونه. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ανσυγκρίτως των σεραφήμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. عزهم بسعدي وشتت المتكبرين بزين قلوبهم. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة الإله المقتدرين عن الكراسي، رفع المتواضعين ملا الجياع من الخيرات والأغنياء، أرسلهم فارغين. Du bist ehrwürdiger als die Cherubim und unvergleichlich herrlicher als die Seraphim. Unversehrt hast du das Wort Gottes geboren, wahrhafte Gottgebererin, dich preisen wir hoch. Adonai Israel, fatahu liyadhkura rahmatahu, kama qala li abayna al-Ibrahim wa nasli ila يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة الإله إياك نعظم. أيها
أيتها العذراء لقد قطع حجر مزاو خلوا من يد منك يا جبلا لم يحفر المسيح الذي ضم الطبائع المتفرقة لهذا نسر به مبتهجين ونعظمك يا والدة الإله. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطائرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين قدوس هو الرب إلهنا قدوس هو الرب إلهنا قدوس هو الرب إلهنا ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطئ قدميه لأن الرب إلهنا قدوس إن المسيح الذي هو الطريق والحياة من بعد قيامته من بين الأموات رافق لوقا وكليوبا اللذين قد عرفا منهما في عمواصة عند كسر الخبز والذين كانت قلوبهما ونفوسهما ملتهبة عندما خاطبهما في الطريق وفسر لهما الكتب عن كل ما احتمله فلنهتف معهما صارخين حقا قام الرب وظهر لبطرس ارتقدوا وصفقوا بالايادي وهللوا بابتهاج صارخين ما اعجب واغرب اعمالك ايها المسيح ومن يستطيع تفوه بعظائمك يا من ضم أمتاتنا فانا واتحادنا إلى كنيسة وحيدة لقد فنيت الآن لقد فنيت الآن حراب الهراطق المضادة وقد ما حل ذكرها مع الداوي لأننا إذا ما شاهدنا هيكلك يا كلية الطهر موشا بنعم الأيقونات الكلية الوقار بجلال نستوعب
بأسرنا فرحا وحبورا. إن القبر لما كان مختوما من عابري الناموس برزت منه كما ولدت من والدة الإله، وكما ملائكتك غير المتجسمين لم يعلموا كيف تجسدت، هكذا الأجناد الحارسون إياك لم يشعروا متى قمت ناهضا، لأن هذين الأمرين قد أغلقا عن الباحثين، إلا أن العجائب ظهرت للساجدين للسر بإيمان، فامنحنا نحن مسبحيه الابتهاج والرحمة العظمى. سبحوا الله في قديسه، سبحوه في فلك قوته. أيها الرب، لقد سحقت الأقفال الدهرية ومزقت السلاسل وقطعتها، وقمت من القبر منبعثا وغادرت الحنوط والأكفان في اللحم، شهادة لدفنك الحقيقي ذي ثلاثة الأيام، وسبقت متقدما إلى الجليل يا من في مغارة حفظت، فعظيمة هي مراحمك أيها المخلص المحتجز إدراكه، فارحمنا. سبحوه على مغدرته، سبحوه نظير كثرة عظمته. أيها المسيح الذي تألم عنا، إن النسوة قد أسرعنا إلى قبرك ليشاهدنك، ولما وافينا متقدمات أبصرنا ملاكا جالسا على الحجر المتدحرج من الخوف، فهتفا نحوهن قائلا: إن الرب قد قام، فاذهبنا وأعلمنا التلاميذ بأنه قد نهض من بين الأموات مخلص نفوسنا. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثارة. أيها الرب المخلص، لقد دخلت على تلاميذك والأبواب مغلقة، كما خرجت من القبر وهو مختوم، مظهرا آلام الجسد التي قبلتها بطول أناتك، إذ قد احتملت الأوصاب صابرا، بما أنك من زرع داود، وبما أنك ابن الله حررت العالم معتقا،
فعظيمة هي مراحمك أيها المخلص غير المدرك، فارحمنا. سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار وآلات الطيران. أيها الرب ملك الدهور وصانع الكل، يا من اقتبلت الصلب والدفن بالجسد لأجلنا لكي تعتقنا جميعنا من الجحيم، أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف. سبحوه بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج التهليل، كلنا سمع فلتسبح الرب. أيها المحب البشر، إن الكنيسة تبتهج الآن بك يا ختنها وخالقها، إذ بمشيئتك اللائقة بالله خلصتها من ضلالة الأصنام وأقرنتها بك بدمك الكريم، متمتعة برفع الأيقونات الشريفة، فتسبحك بإيمان ممجدة إياك بفرح. أعترف لك يا رب من كل قلبي وأحدث بجميع عجائبك. يا رب إننا نرفع صورة جسدك ونصافحها بالنظر إلى عنصرها، موضحين سر تدبيرك العظيم الذي به نرتقي إلى شوقك وعشقك الإلهي، لأنك لم تظهر لنا بالوهم والخيال كما زعم أتباع مانيسا المحاربون لله، لكن بطبيعة الجسد وبالحقيقة. قم يا ربي وإلهي ولترتفع يدك، لا تنسى بائسيك إلى النهاية. لقد ظهر اليوم نهار سرور يملأ الكل حبورا، وهو الآن يسطع لامعا ببهاء الاعتقادات الحقيقية، لأن كنيسة المسيح تتلألأ الآن مزينة برفع أيقونات القديسين وتماثيلهم المضيئة، وقد حصل اتحاد المؤمنين الصائر بالمؤازرة الإلهية. الله حضار
قد سبيت بواسطة المتجسد منك وهذا ما دعي ثانية واللعنة بادت وحواء عتقت والموت أميت ونحن قد حيينا لذلك نسبح هاتفي مبارك أنت أيها المسيح إلهنا يا من هكذا سر المجد مجد لك يا مظهر النور المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة نسبحك نبارك لك نسجد لك نمجد نشكرك من أجل عظيم جلال مجدك أيها الرب الملك الإله السماوي الأب الضابط الكل أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح ويا أيها الروح القدوس أيها الرب الإله يا حامل الله يا ابن الله يا رافع خطيئة العالم ارحمنا يا رافع خطايا العالم تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا لأنك أنت وحدك قدوس أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب آمين في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد إن يا رب المحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة مبارك أنت يا رب إله آبائنا مسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكائنا عليك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك يا رب من جاء كنت لنا في جيل وجيل إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور Non to eleos utis hinos cusisse Heiliger Gott, Heiliger Starke
Heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ελμαζδόν ηλάβι βαλυμνή βαρρόχι λκοδό. Jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und du, Sohn, الذي لا يموت ارحمنا. Und du, Sohn, الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. In Frieden lass uns den Herrn bitten. Um den Frieden von oben und das Heil unserer Seelen. Lass uns den Herrn bitten. Um den Frieden der ganzen Welt, den Wohlbestand der heiligen Kirchen Gottes und die Einheit aller, lass uns den Herrn bitten. Heilige Haus und für alle, die es mit dem Glauben andacht und Gottes Fürst betreten, lass uns den Herrn bitten. Ja, Rabu, Raha. Min ajli abina wa raisi kahanatina ishaq. والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل الحكام ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. يا رب رحم.
المسافرين والمرضى والمتألمين والأسرى والمهجرين والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلب. غضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. الرب قد ملك والجلال لبس لبس الرب القوة وتمنطق بها لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. Der Kreis ist fest gegründet, die wird erwanken. Durch die Fürbitten der Gottgeberin Heiland errette uns. وخلصهم من أيدي المبغضين وأنقذهم من أيدي الأعداء. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. Wieder und wieder in Frieden lasset uns beten zum Herrn. Erbarme dich und beschütze uns, O Gott, durch deine Gnade. Ja, Rabboraham. Allheiligen, allreinsten, über alles und ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria. Mit allen Heiligen gedenkend, lasst uns uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, unserem Gott, anvertrauen. Denn dein ist die Macht und das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. اعترف للرب بمراحمه وبعجائبه لبني البشر. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموال، نحن المرتلين لك هاليلويا. Sie sollen ihn in der Gemeinde des Volkes rühmen. In Loben im Kreis der Frommen. Rette uns, Sohn Gottes, auferstanden von den Toten. Wir singen dir Alleluia. عينا ربنا المتوكلين على رحمته لي
ليسمع تنهد المقيدين ليحل بني المائتين. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات، نحن المرتلين لك هاليلويا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دهر الدهرين آمين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مائت، لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا. بموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس المجد مع الله والروح القدس خلصنا. عيدا وعيدا بسلام إلى ربينا كلوس أخذنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. عارت ذكرنا كليتك دعس الطاهرة الفايكة البركات المجيدة سيدتنا والدة لله دائمة البطولة مريم. ما جميع كدسين فالنور سواتنا وبعدنا بعدا وكل حياتنا المسيح لله. لك يا رب. Ein guter, menschenliebender Gott bist du, und dir senden wir die Verherrlichung empor, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. لتسبح السماوات والأرض. This is their Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und seiner uns freuen. أيها الرب إلهي إياك أحمد إلى الأبد. لنسبح نحن صورتك الطاهرة، لنسبح نحن المؤمنون للكلمة المساوي للأب والروح في الأزلية وعدم الابتداء المولود من العذراء أن يعلو على الصليب ويحتمل الموت فيلغيق الموت بقيامته المجيدة. صوفيا أرثي ألمو نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. Hallelujah.
مدينا مغفرة الخطايا أيها المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد بالجسد على الصليب لتنجي الذين خلقت من عبودية العدو، فلذلك نهتف إليك بشكر. لقد ملأت الكل فرحا يا مخلصنا، إذ أتيت لتخلص العالم. صرخ
Lasst uns den Herrn bitten. Kyrie eleison. Denn heilig bist du, unser Gott, und dir senden wir die Vererlöschung empor, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. وتعهد واصلح هذه الكرمة التي يمينك غرستها. السماء وانظر وتعهد واصلح هذه الكرمة التي يمينك غرستها. Oh.
التي يمينك غرستها. أنت يا رب إله آبائنا، لأنك عدل في كل ما صنعت بنا. صوفيا. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. روسكم. يا إخوة، بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنا لابنة فرعون، مختارا الشقاء مع شعب الله على التمتع الوقتي بالخطيئة، ومعتبرا عار المسيح غنى أعظم من كنوز مصر، لأنه نظر إلى الثواب. وماذا أقول أيضاً؟ إنه يضيق بالوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا الممالك وعملوا البر ونالوا المواعد وسدوا أفواه الأسود وأطفأوا حدة النار ونجوا من حد السيف وتقووا من ضعف وصاروا أشداء في الحرب وكسروا معسكرات الأجانب وأخذت نساء أمواتهن بالقيامة وعذب آخرون بتوتير الأعضاء والضرب ولم يقبلوا بالنجاة ليحصلوا على قيامة أفضل وآخرون ذاقوا الهزء والجلد والقيود أيضا والسجن ورجموا ونشروا وامتحنوا وماتوا بحد السيف وساحوا في جلود غنم ومعز وهم معوزون مضايقون مجهودون ولم يكن العالم مستحقا لهم وكانوا تائهين في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد لأن الله سبق فنظر لنا شيئا أفضل ألا يكون
يكملوا بدوننا. Lesung aus dem Hebräerbrief. Sophia, Prosmann. Brüder und Schwestern, aufgrund des Glaubens weigerte sich Mose, als er herangewachsen war, Sohn einer Tochter des Pharao genannt zu werden. Lieber wollte er sich zusammen mit dem Volk Gottes misshandeln lassen, als flüchtigen Genuss von der Sünde zu haben. Er hielt die Schmach des Messias für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er dachte an den künftigen Lohn. Aufgrund des Glaubens verließ er Ägypten ohne Furcht vor dem Zorn des Königs. Er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Und was soll ich noch aufzählen? Die Zeit würde mir nicht reichen, wollte ich von Gideon reden, von Barak, von Simson, Jephtha, David und von Samuel und den Propheten. Sie haben aufgrund des Glaubens Königreiche besiegt, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, Feuersglut gelöscht. Sie sind scharfen Schwertern entgangen. Sie sind stark geworden, als sie schwach waren. Sie sind im Krieg zu Helden geworden und haben feindliche Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung zurückerhalten. Einige nahmen die Freilassung nicht an und ließen sich foltern, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere haben Spott und Schläge erduldet, ja, sogar Ketten und Kerker. Gesteinigt wurden sie, verbrannt, zersägt, mit dem Schwert umgebracht. Sie zogen in Schafspelzen und Ziegenfällen umher, notleidend, bedrängt, misshandelt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in den Höhlen und Schluchten des Landes. Doch sie alle, die aufgrund des Glaubens von Gott besonders anerkannt wurden, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott erst für uns etwas Besseres vorgesehen hatte. Denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Friede sei mit euch. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Weisheit steht aufrecht. Lass uns das heilige Evangelium hören. Friede sei mit euch allen. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Lasst uns Acht geben. In jener Zeit wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, dem Heimatort des Andreas und Petrus. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus aus Nazareth, den Sohn Josefs. Da sagte Nathanael zu ihm, aus Nazareth kann von dort etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm,
Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. في ذلك الزمان أراد يسوع الخروج إلى الجليل فوجد فيليبوس فقال له اتبعني فتبعه فيليبوس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس فوجد فيليبوس نثنائيل فقال له إن الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء قد وجدناه وهو يسوع بن يوسف الذي من الناصرة فقال له نثنائيل أمين الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح فقال له فيليبوس تعال وانظر فرأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه فقال له نثنائيل من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له قبل أن يدعوك فيليبوس وأنت تحت التينة رأيتك أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل أجاب يسوع وقال له لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة آمنت إنك ستعاين أعظم من هذا وقال له الحق الحق أقول لكم إنكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون إلى ابن البشر إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين Hallelujah.
Zeit, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. آمين. جميعكم وجميع المسيحيين الحسني العباد المستقيم الرأي يذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. Der Herr gedenke deines Bischofsamtes, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. أبانا وبطريركنا يوحنا إخوتنا مطارنة الكرسي الأنطاكي المقدس أخانا المطران بولس الغائب عنا بالجسد من أجل عودته سالما معافى إلينا ولمحبيه. كهنة هذه الأبرشية الأسقف حنا جميع مجالس الرعاية والآباء الذين يخدمون هذه الأبرشية ويرعون شعبها قدس الأب عبد الله قدس الأب رفائيل مع عائلتهما جميع الذين يحتفلون بهذا العيد الشريف الموجودين معنا في هذه الكنيسة والذين يتابعون والذين يصلون من أجل أن يحفظ الرب الإله هذه البلاد التي نعيش من خيراتها والعالم أجمع الذين سقطوا في ضحايا في الزلازل والحروب جميعكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. رئاسة كهنوتك يذكر الرب الإله في ملك السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأحبتنا وخاصة الذين ذكرنا أسماءهم على المذبح المقدس مثلث الرحمات أبانا البطريرك إغناطيوس والمثلث الرحمات أقانا المطران غفرائيل والآباء الذين سبقت لهم الخدمة في هذه الأبرشية الأرشمندريت سيرجوس والأب عبد المسيح والأب أليكسي خليل وأمة الله رشا وعبد الله فؤاد وجميع الذين سقطوا في الزلازل مع جميع أمواتكم بالمسيح ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين أنا وكل آن وإلى دهر الداهرين. وخوف الله إلى الرب نطلب
شد إلى الرب نطلب sei heilig in Frieden und ohne Sünde, lasst uns vom Herrn erbitten. Frieden, seinen treuen Begleiter, einen Beschützer unserer Seelen und Leiber, lasst uns vom Herrn erbitten. Unserer Sünden und Verfehlungen lasst uns vom Herrn erbitten. Das Gute und Nützliche für unsere Seelen und Frieden für die Welt lasst uns vom Herrn erbitten. Zeit unseres Lebens in Frieden und Umkehr vollenden mögen, lasst uns vom Herrn erbitten. Ein christliches Ende unseres Lebens ohne Schmerz, ohne Schande, friedlich und eine gute Rechenschaft vor dem ehrfurchtgebietenden Richterstuhl Christi, lasst uns erbitten. Unsere allheiligen, allreinsten, über alles gesegneten und ruhmreichen Herren, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria. Heiligen gedenkend, lasst uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, unserem Gott, anvertrauen. Durch das Erbarmen deines einzig geborenen Sohnes, mit dem du gepriesen bist, samt deinem allheiligen und göttlichen und lebensspendenden Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Friede sei mit euch alle. بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين يا ابن وابن وروح قدوس ثالوث متساوي في الجوهر و Zeit, lasst uns acht geben. أؤمنوا بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن
مسجود له وممجد، الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، أعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسنا. Ich glaube an den einen Gott. Den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde, alles Sichtbaren und Unsichtbaren, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes einzig geborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen vom Heiligen Geist und von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Und an den Heiligen Geist, den Herrn, den Lebensschaffenden, der vom Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Lasst uns würdig stehen, lasst uns stehen in Ehrfurcht, lasst uns Acht geben, das heilige Opfer in Frieden darzubringen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Allen. لنضع قلوبنا فوق إعلاننا عند الرب لنشكرن الرب الحي الإله الحقيقي الحكمة التي قبل الدهور الحياة التقديس النور الحقيقي الذي منه ظهر الروح القدس روح الحق موهبة التبني عربون الميراث الآتي بكورة الخيرات الأبدية القوى المحية ينبوع التقديس الذي بتأييده تعبدك كل الخلائق الناطقة والعقلية وتمجدك على الدوام لأن البرايا كلها هي عبيد لك فإنه إياك يسبح الملائكة ورؤساء الملائكة العروش والسيادات الرئاسات والسلاطين القوات والشيروبيم الكثيرو العيون وقد مثل حولك السرافيم للواحد ستة أجنحة والآخر ستة أجنحة بإثنين يسترون وجوههم بإثنين يسترون أرجلهم وبإثنين يطيرون ويصرخون الواحد نحو الآخر بأفواه لا تصمت وتماجيد لا تنقطع بتسبيح الظفار مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس قدوس والأرض
وصانا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب وصانا في الأعالي مت أسد. This is my life, der für euch gebrochen wird zur Vergebung der Sünden. Trinket alle daraus. This is mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. فإذ نحن ذاكرون أيها السيد آلامه الخلاصية وصليبه المحي ودفنه الثلاثي الأيام وقيامته من بين الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الإله الآب ومجيئه الثاني المجيد أيضا التي لك وهي مما لك فيما نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر يا رب وإليك نطلب يا إلهنا لأجل هذا أيها السيد الكلي قدسه نجسر نحن أيضا عبيدك الخطأ غير المستحقين الذين قد أهلنا لخدمة مذبحك المقدس لا من أجل برنا لأننا لم نصنع شيئا من الصلاح على الأرض بل من أجل مراحمك ورأفتك التي أفضت علينا بسخاء أن ندنو إلى مذبحك المقدس وإذ وضعنا رسمي جسد مسيحك ودمه المقدسين نسألك ونطلب إليك يا قدوس القديسين أن يحل بمسرة صلاحك روحك الكلي قدسه علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة ويباركها ويقدسها ويظهر أما هذا الخبز فجسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه آمين وأما ما في هذه الكأس فدم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه آمين المهراق لأجل حياة كل العالم آمين 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 أما نحن المشتركون في هذا الكأس الواحد والكأس الواحد نجد القداسة الطاهرة فائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم إن البرايا بأسرها تفرح بك
المقدس والفردوس الناطق فخر البتولية مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق Vor allem gedenke, O Herr, unseres Erzbischofs Isaac. Erhalte in deine heiligen Kirchen Frieden, Wohlergehen, Ehre, Gesundheit, langem Leben und in der rechten Verwaltung des Wortes deiner Wahrheit. Gedenke derer, die ein jeder im Sinn hat und eines jeden und einer jeden. Und gib uns mit einem Munde und einem Herzen deinen allehrwürdigen und erhabenen Namen zu preisen und zu besingen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. رحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم جميعا بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب لأجل القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب حتى إلى المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل إلينا عوضا منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا Würdige uns, Gebeter, es mit Vertrauen und Unverurteilt zu wagen, dich den himmlischen Gott als Vater anzurufen und zu sprechen. سوا. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا
كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. فاتا انزا ام هيمل جهايلش فيرد داين نام داين رايش كوم داين فيلي جشي في ام هيمل زو اوف اردن unsere tägliches Brot gib uns heute. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. السلام لجميعكم ولروحك. Beugen wir unsere Häupter vor dem Herrn. لك يا رب. Wir danken dir, unser unsichtbarer Gott, der du Blicke selbst durch die Gnade und Barmherzigkeit und Menschenliebe deines eingeborenen Sohnes, mit dem du gepriesen bist, samt deinem allheiligen und guten und lebensspendenden Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا إصغى مسكنك المقدس مع عرش مجد ملكك أهل ملك تقديسنا أيها الجالس في العالي مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور، وارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة جسدك الطاهر ودمك الكريم وبنا شعبك كله. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني. أرفعك يا ملكي وإلهي. بروسخومي القدسات للقديسين قدوس Glaube, Herr, ich bekenne, dass du in Wahrheit der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt gekommen ist, Sündern zu erretten, deren Erster ich bin. Ich glaube auch, dass es wirklich dein allreiner Leib und dieses wirklich dein kostbares Blut ist. Daher bitte ich dich, erbarme dich meiner und verzeih mir meine Vergehen, die ich absichtlich oder unabsichtlich in Wort oder Werk, bewusst oder unbewusst begangen habe, und würdige mich, unverurteilt teilzuhaben an deinen allreinen Mysterien zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben. Amen. Als Teilnehmer an deinem mystischen Abendmahl, Sohn Gottes, nimm mich heute auf, denn nicht will ich deinen Feinden das Mysterium verraten, noch will ich dir einen Kuss geben wie Judas, sondern wie der Räuber bekenne ich dir, gedenke meiner Herr in deinem Reich. Amen. Vor den Türen deines Tempels stehe ich. Danach stehe ich nicht ab von bösen Überlegungen. Du aber, Christus Gott, der du den Zöllner gerechtfertigt hast, dich der Kananären erbarmt und dem Räuber die Pforte des Paradieses geöffnet. Öffne auch mir das Innerste deiner Menschenliebe und nimm mich an, der ich mich dir nahe und dich berühre wie die Sündern und die Blutflüssigen, denn als sie eine deinen Saum berührte, empfing sie schnell die Heilung. Die anderen aber, als sie deine allreinen Füße umfasste, erwarb sich die Lösung der Sünden. Ich erbärmliche aber, der ich es wage, dein ganzes Leib aufzunehmen, möge nicht verbrannt werden, nehme ich vielmehr an wie jene Erleuchtung, die Sinne meiner Seele und verbrenne meine Sündenschuld auf die Fürbitten derer, die dich Samus gebar unter himmlischen Mächte, den Gesegneten bis in Ewigkeit der Ewigkeit. Amen. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم. أيضا أؤمن أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه، وهذا هو دمك الكريم عينه. فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية،
التي بالقول والتي بالفعل، التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا ولحياة أبدية. آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. صباح الخير يا أحبة. Eine schöne guten Morgen und gesegnete Fastenzeit. So Mubarak للأشخاص يلي عم نشوفهم اليوم أول يوم بفترة الصوم الأربعيني المقدس. اليوم يا أحبة بتعيد كنيستنا الأرثوذكسية بأول أحد من الصوم الأربعيني المقدس يلي سمته كنيستنا أحد الأرثوذكسية. Sonntag des Orthodoxie. إذا بدنا نسأل شو معنات كلمة أرثوذكس، أرثوذكسي، أرثوذكسية، شو معنات هالكلمة هاي؟ نسمعها دائماً ونحن منفتخر ومنقول نحن أرثوذكس. شو معنات كلمة أرثوذكس؟ أرثوذكس بالعربي معناتها الإيمان القويم، يعني الإيمان الصحيح، وبالألماني ترجمتها الريشتيجي غلاوبه. هذا المعنى العلمي لهالكلمة، كيف منفسرها؟ بس نحن هالأرثوذكس يلي منتعمد بالكنيسة الأرثوذكسية ومنطلع من جرن المعمودية ومنتباهى ومنفتخر ومنقول بأننا نحن أرثوذكس، قديش نحن أرثوذكس؟ قديش إيماننا هو مستقيم؟ إيماننا أكيد مستقيم، بس نحن كمؤمنين شو منعمل لهالإيمان يلي نحن مفروض أننا نتعلمه بالكنيسة؟ نحن للأسف بكتير من الأحيان بس نتباهى لما منكون قدام حدا من إخوتنا المسيحيين، منصير منصرخ ومنعيط ومنقول نحن أرثوذكس، أنتوا بدلتوا، أنتوا غيرتوا، أنتوا انشقيتوا، أنتوا غيرتوا الإيمان. ومنسأل حالنا لما منكون لوحدنا ولما منكون حاطين رأسنا على المخدة ومنسأل قديش نحن أرثوذكس. اليوم كتير كويس بإننا نشوفكم جايبين الأيقونات مثل ما حكينا يوم الجمعة وطلبنا منكم بأنه تجيبوا الأيقونات يلي موجودة ببيوتكم لحتى نزيحها بنهاية القداس. بس هل الأيقونة هي بس يوم واحد بالسنة؟ يوم واحد بس منجيبها على الكنيسة؟ يوم واحد بس منمسح الغبرة عنا؟ يوم واحد بس منشعل شمعة قدامها؟ يوم واحد بس منحكي لابننا أو لبنتنا منقول له هيدا القديس جورجيوس ومنحكي له قصته، هيدا القديسة باربارا ومنحكي له قصتا، هيدا العيد، عيد الميلاد، عيد الفصح، عيد الغطاس، معمودية الرب يسوع ومنحكي لهم عنهم. القديس بايسيوس الكبير، بايسيوس يا أحبة الآثوسي يلي من سنوات قليلة أعلنت البطريركية بالقسطنطينية أداستو، بيقول بأنه يوم من الأيام دخل على بيت جماعة، دعوا على البيت لما هو كان براد جبل آثوس، وقالوا له يا أبونا منريد أنك تزورنا بالبيت وتباركنا. لما دخل على البيت بيقول لهم ماني شايف في شبابيك، ما في فينستا بهالبيت. يطلعوا بعضهم، في بيت ما في فينستا؟ في بيت ما في شبابيك؟ يقولوا له كيف يا أبونا كل هالشبابيك اللي شايفها وما أنك شايف شبابيك؟ بيقول لهم أنا بقصد الشبابيك، الأيقونات بالبيت. الأيقونة يا أحبة بالبيت هي شباك لحتى نشوف من خلاله الرب يسوع المسيح، لحتى يدخل النور تبع ربنا يسوع المسيح على بيوتنا. لهيك لازم نكرم الأيقونة، لازم نشعل شمعة قدامها، لازم نبخرها مثل ما كلكم بتعملوا ببيوتكم. بس كويس الواحد انه يذكر هالشباب والصبايا والجيل الصغير لحتى هنن كمان يتعلموا من اهلهم، لحتى يحافظوا على تقليد تكريم الأيقونة.
كتار من الناس يلي بتعرفوهم بيقولوا لكم شو انتو بتحطوا أيقونة، صورة بتحطوا ببيتكم للعذراء، صورة ليسوع، مين هدول؟ هدول أو القديسين، هدول مثلنا مثلهم. لا يا أحبة، هدول منا مثلنا مثلهم، وهدول نحن لما منحطهم ببيتنا منحطهم ومنسجد لهم ومنكرمهم، لأنه هنن اللي رسموا لنا طريق حياتنا بالمسيحية. الآباء هلأ بنهاية الصلاة لما بدنا نعمل الدورة ونقول دستور الإيمان، هذا ما إجا من الهوى، هذا إجا من القديسين يلي هنن قدموا دم لحتى يوصلنا اليوم بعد 2000 سنة نقوله نحن بكنايسنا. رسم إشارة الصليب يلي للأسف كتير مننا ما بيحترم رسم إشارة الصليب، واحد بيعمل هيك واحد بيعمل هيك، كل واحد بيرسم على كيفه. إشارة الصليب لازم نرسمها بكل وضوح، نحط إيدنا فوق على جبيننا، بعدين مننزلها على معدتنا، بعدين على الجهة اليمين والجهة الشمال، ومننزل بعدين إيدنا. بكل احترام لازم نرسم إشارة الصليب. ما رح نحكي إذا بثلاث أصابع أو بخمس أصابع لحتى ما وجع لكم راسكم، المهم ترسموا إشارة الصليب بشكل كويس وبشكل واضح، لأن مثل ما بيقول الرب الكتاب المقدس، يلي بيعترف فيه قدام الناس بيعترف فيه أنا قدام أبي السماوي. موسم الصوم بأوله، يلي لسه ما نو دريان إنه بلشنا الصيام، نحن بلشنا بالصوم، وكل يوم المساء الساعة 7 عم بيصير صلاة كمان هون بالكنيسة، صلاة النوم الكبرى يا رب القوات، صلاة المديح يوم الجمعة، وصلاة الأربعة القداس السابق تقديسه. بتمنى عليكم بإنكم تحاولوا، هون البلاد كبيرة وبعيدة، في ناس ساكنين بعيد ما بيقدروا يجوا دايما على الكنيسة، بس نحاول بإننا نجي على الكنيسة ونصلي مع بعضنا البعض، لأنه هذا اللي بيشددنا وهذا اللي بيخلينا واحد. اليوم يا أحبة صار 40 يوم عن هالهزة اللي صارت بتركيا وبسوريا، لهيك ذكرنا أحبتنا يلي فقدناهم، ذكرناهم بالدورة الكبيرة وذكرناهم على المذبح المقدس. ربنا يتقبل روحهم، وربنا يحط إيده على بلادنا وعلى العالم كله لحتى ما يصير مرة تانية الشيء اللي صار. كتير من الأخطاء البشرية اللي صارت، ولكن هيك ربنا سمح بإننا نحن كمان نتعرض لهالقصة هاي ونفقد ناس من حبهم. الله يرحمهم ويطول بعمركم. هلا على اليمين وعلى الشمال وبالنص رح بيكون في مناولة، بتمنى عليكم تسمعوا الترتيل يلي بدون يرتلوا الأحبة، وبنهاية القداس نعمل زياح بالأيقونات. كل سنة وأنتم سالمين. بخوف الله Yeah.
يا الله شعبك وبارك ميراثك. قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السلام.
السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث غير المنقسم لأنه خلصنا. اغسل يا رب بدمك خطايا عبيدك الذين ذكرت أسماؤهم على مذبحك المقدس. اغسل يا رب بدمك خطايا عبيدك الذين ذكرت أسماؤهم على مذبحك المقدس. ارتفع اللهم إلى السماوات وعلى كل الأرض مجدك. ارتفع اللهم إلى السماوات وعلى كل الأرض مجدك. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الدهرين. الطاهرة فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. يا ليسو geht auf euch nach dem wir die göttlichen heiligen allreinsten und sterblichen himmlischen lebensschaffenden ehrfurchtgebietenden Mysterien Christi empfangen haben. Lasst uns würdig danken dem Herrn. Hilf, errette, erbarme dich und beschütze uns, o Gott, durch deine Gnade. Auch ihn wir gebetet haben, dass der ganze Tag vollkommen sei, heilig in Frieden und ohne Sünde. Lasst uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, unserem Gott, anvertrauen. نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون باتر يا مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك. خلص شعبك وبارك ميراثك. احفظ كمال كنيستك. قدس الذين يحبون جمال بيتك. أن تمنحهم عوضا من ذلك مجدا بقدرتك الإلهية. ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة وللحكام ولكل شعبك. لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود. أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا. بركة الرب ورحمة تحلان عليكم بنعمة الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. مجد لك أيها المسيح الإله رجانا. المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من قام بين الأموات لأجل خلاصنا. شفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم المجني وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد وتوسلات النبي السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين الشهداء المتألقين بالظفر وأبائنا الأبرار متوشحين بالله والقديسين الصديقين يوكيم وحنة جدي المسيح الإله والقديس ديمتريوس مفيد طيب شفيع هذه الرعية والقديس كونون الذي نقيم تذكارا له اليوم الشهيد وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا ما أنك إله صالح محب للبشر.
الثالوث القدوس فليحفظ حياتكم كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. سارح نفوس عبيدك مع أرواح صديقين الراقدين، احفظها للحياة السعيدة التي من قبلك يا محب البشر. أرح يا رب نفوس عبيدك في راحتك، حيث جميع قديسيك يستريحون، لأنك أنت وحدك الذي لا يموت. للآب والابن والروح القدس، أنت إلهنا الذي انحدرت إلى الجحيم وحللت أوجاع المعتقلين. أنت يا مخلص أرح نفوس عبيدك السابق رقادهم. أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. افرحي أيتها العذراء الطاهرة النقية وحدك، يا من ولدت الإله بغير زرع إليه توسلي. أن ترحم وتسامح نفوس عبيدك السابق رقادهم. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب. كلنا سوا. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل راحة نفوس عبيد الله السابق رقادهم، ومن أجل غفران جميع خطاياهم الطوعية والكرهية. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. لكي يرتب الرب الإله نفوسهم حيث الصديقون يستريحون، ولنسأل لهم رحمة الله والملكوت السماوي وغفران خطاياهم من المسيح ملكنا وإلهنا الذي لا يموت. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. إلى الرب نطلب. كيريا ليسون. يا إله الأرواح والأجساد كلها، يا إله الأرواح والأجساد كلها، يا من وطئت الموت وأبطلت الشيطان ووهبت الحياة لعالمك، أنت يا رب أرح نفوس عبيدك السابق رقادهم، رتبها في مقر راحة في مكان نير حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. وبما أنك إله صالح ومحب للبشر، اغفر لهم كل خطيئة فعلوها بالقول أو بالفعل أو بالفكر، لأنه ما من إنسان يحيى على هذه الأرض ولا يخطئ إلا أنت وحدك منزه عن الخطيئة، وعدلك عدل إلى الأبد وكلامك. لأنك أنت القيامة والحياة والراحة والنياح لنفوس عبيدك الذين قضوا في الزلازل، وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. كلنا سوا. فليكن ذكرهم أبدا، فليكن ذكرهم أبدا. فليكن ذكرهم يا أحبة بهدوء خذوا الأيقونات لنعمل الدورة بالكنيسة. بصلوات يا بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. بصلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. Thank you.
واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد من ميثاق صلبنطي تألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ممجد الناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة سورية واعترف بمعمودية واحدة
ارحمنا. استجب لنا يا الله مخلصنا يا رجاء جميع أقاصي الأرض والذين في البحر بعيدا. كن غفورا لنا يا سيد، كن غفورا لخطايانا وارحمنا، لأنك إله رحيم محب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى الدهر الداهرين. إننا كما عاين الأنبياء وكما علم الرسل، كما تسلمت الكنيسة وكما اعتقد المعلمون، كما اتفقت آراء المجامع المسكونية معا، وكما أشرقت النعمة وكما اتضح الحق وطرد الكذب، كما استعلنت الحكمة وكما جاد المسيح بالجوائز، هكذا نعتقد، هكذا نتكلم ونكرز مبشرين بالمسيح إلهنا الحقيقي، ونكرم قديسيه بالأقوال والتراتيل والمعاني والتقديمات والهياكل والأيقونات. أما المسيح فنسجد له كالسيد وإله ونعبده، وأما القديسون فنكرمهم لأجل السيد كخدام أخصاء له، ونقدم لهم السجود بحسب النسبة. هذا إيمان الرسل، هذا إيمان الآباء، هذا إيمان المستقيمين رأي الأرثوذكسيين، هذا قد وطد المسكونة، فعل هذا نمدح أخويا وباشتياق أبوي الكارزين بحسن عبادة إكراما وشرفا للعبادة الحسنة الذين جاهدوا من أجلها، ونقول الملوك والحكام الحسني العبادة، البطاركة ورؤساء الكهنة والكهنة والمعلمون، المبشرون والكارزون والشهداء والمعترفون، فليكن ذكرهم مؤبدا، فليكن ذكرهم مؤبدا، فليكن ذكرهم مؤبدا، فليكن ذكرهم مؤبدا. إذ نحن ضارعون إلى الله بأن نتهذب ونتأيد بجهادات ومكافحات، هؤلاء من أجل حسن العبادة إلى الموت، ونتوسل إليه أن نظهر مماثلين لتصرفهم الإلهي حتى النهاية، عسى أن نكون مستحقين لنوال ما نطلبه بنعمة ورأفات المسيح إلهنا الحقيقي رئيس الكهنة العظيم والأول، وبشفاعات سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم والملائكة المتألهين وجميع القديسين، آمين. أي إله عظيم مثل إلهنا أنت، عجائب وأحداث إله عظيم. إله
أي إله عظيم مثل إلهنا أنت سنة وانتو سالمين يا أحبة. مثل ما عودناكم كل سنة بالأحد بالصوم المساء الساعة 7 على الزايتة تبع على صفحة المطرانية على الفيسبوك زايتة رح بيكون في لقاء كل أسبوع مع حديث جديد. اليوم الحديث رح بيحكي عن الأرثوذكسية بعالمنا يلي عم نعيشه مع الأستاذ جورج غندور. كل سنة وانتو سالمين. فينا نذكرهم ببوق الأحد. صباحكم خير يا أحبة، كل عام وأنتم بخير. بريد كمان بس ذكر ما حبتكم إنه إذا الله راد بركة سيدنا حاضرة بصلاته للكل لكل أولاده، ورح تكون بركته كمان الأسبوع الجاي بهالكنيسة. يوم الأحد اللي جاي رح يكون لنا لقاء مع سيدنا المسا بهالكنيسة الساعة 6 لحتى نسمع كلمة الأب لأولاده بهالفترة المباركة. كل سنة وأنتم بخير.